يكون أيضا المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. ما أعرف إذا صار معنا السيد ميغيل لويس بوينو. صباح الخير سيد ميغيل. صباح النور، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا بك. كان يتحدث ضيفي هنا في الاستوديو دكتور كميل حبيب، يقول أنه ماذا لو يعني أوروبا اليوم وحلف الناتو تفهم المطالب الروسية بالضمانات الأمنية التي كانت تطالب بها روسيا، هل كنا لتفادينا هذه الحرب اليوم؟ في الحقيقة منذ بداية هذه الأزمة وقبل الحرب والاشتهار روسيا لأوكرانيا، الموقف الأوروبي كان واضح بهذا الصدد. يعني كنا من خلال قنوات دبلوماسية مختلفة، سواء كانت من خلال سيارة الرئيس ماكرون لموسكو أو من خلال سيارة المستشار شولز لموسكو، تحركات دبلوماسية مختلفة، الرسالة كانت دائما نفسها. يعني نحن كنا مستعدون لمعالجة يعني لمناقشة هذه المخاوف الروسية بشأن مثلا الصواريخ اللوجستية أو الصواريخ تبع حلف الناتو في المنطقة، كنا مستعدون للحوار مع الطرف الروسي حول ذلك، ولكن كنا تذكرنا مرارا بأن كانت هناك مبادئ أمنية أساسية لممنع البنية الأمنية الأوروبية، خلينا نسميها هكذا، وهي مبادئ مثل مثلا عدم استخدام القوة، احترام حرية أي دولة أن تكون طرف لأي تحالف كان، وكل الوعود. يعني كان يتحدث دائما الطرف الروسي عن الوعود والالتزامات الغربية بين القوسين باتجاه عدم توسيع ناتو يعني بهذه المنطقة، ولكن في الحقيقة في هذه الوثائق، وأنا أتحدث هنا عن وثيقة النهائية في هلسنكي قبل نهاية الحرب الباردة، وثائق أخرى يعني إعلان بودابست، إعلان أستانا، لن يوجد هناك أي التزامات قانونية ملزمة للإلزامية بشأن توسيع الناتو. على فكرة حلف الناتو هو حلف دفاعي ولا يتوسع في هذا، يعني في معنى بس دفاعي. سيد لويس، البعض يقول أنه دفاعي اليوم في وجه من؟ يعني حلف وارسو الذي كان بمقابله حلف الناتو قد سقط منذ زمن، وبالتالي اليوم الاقتراب من حدود روسيا بهذا الشكل كان يعتبر، يعني البعض يراه كان تهديد مباشر لروسيا. نحن مرة أخرى أعتقد أنه الطرف الروسي قال منذ سنوات حقيقة، تحدث عن اجتياح القرم في 2014 عن هذا الموضوع، عن عدم يعني ان روسيا محاصره من حلف الناتو. اذا نظرنا الى الخريطه نرى مباشره بان هناك جزء بسيط وصغير جدا من الاراضي الروسيه، وروسيا هي اكبر دوله في العالم، حيث نوجد فيها في هذه المناطق قوات او يعني عناصر من حلف الناتو. رومانيا على سبيل المثال، رومانيا هي عضو في حلف الناتو منذ 2004. لماذا الآن؟ لماذا يتحدث الطرف الروسي الآن؟ ولماذا يستخدم القوة لإعادة لمحاولة إعادة تشكيل هذه البنية الأمنية؟ ولأننا ننسى بأن روسيا أيضا هي طرف من هذه المنطقة الأمنية من خلال هذه الوثائق والاتفاقيات المختلفة. فأعتقد أنه علينا نرى ما يحدث في الحقيقة. ونحن أستاذ الكريم، نحن نعيش في أوقات حاسمة جدا في القارة الأوروبية. التحدي ليس فقط بشأن أوكرانيا ولا الأراضي الأوكرانية وهي دولة مستقلة ذات السيادة، لا، التحدي بالنسبة للاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي كذلك، وعلى يعني النظام ما يسمى النظام القائم على القواعد، والذي يعني نحن ندافع عنه ونؤمن به مع شركائنا الدوليين، مع أغلبية البلدان، أغلبية الدول في العالم حقيقة، وهي تؤمن بالفعل ب يعني احترام القانون الدولي، احترام الأمم المتحدة، احترام استخدام الحوار لإيجاد حلول مناسبة للصراعات والنزاعات، ولا استخدام القوة والغزو. لكن هل تعتقد اليوم أن كل هذه يعني اليوم الحشد العسكري والعملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا وفي مقابل العقوبات والتحشيد العسكري وأيضا سلاح العقوبات بوجه روسيا، هل برأيك ألا تخشون اليوم أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا على أرض أوكرانيا؟ هناك مخاوف طبعا هناك مخاوف في أوروبا بشأن مواجهة مباشرة مع الطرف الروسي بدون شك. يعني أنتم تتابعون ما يحدث الآن في أوروبا، يعني حالة مرة أخرى استثنائية،
استثنائية ولم نرى في مثل هذه الحالات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حقيقة، يعني من الحشد العسكري والمعركة العسكرية حقيقة في دولة أوروبية. فنعم هناك مخاوف في هذا الشأن، ولكن نحن يعني أعتقد أنه دخلنا في مرحلة مختلفة تماما. يعني نحن كنا نؤمن بالحوار وقلنا تكرارا ومرارا مرة أخرى بأن يجب مواجهة هذا المخاوف من خلال الحوار وخلال المفاوضات. الآن طبعا ما يجري الآن في الأراضي الأوكرانية يعني هو ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي، يعني نرى بأن هناك دولة تمتلك أسلحة نووية، وحددت السلطات هذه الدولة والرئيس بوتين نفسه باستخدام هذه الأسلحة النووية ضد من قد يعرقل أو قد نعم يعرقل هذه الجهود العسكرية. لا. هذه أول مرة نرى مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من قبل السلطة، يعني من دولة كروسيا مثلا، دولة كبرى وعضو في مجلس الأمن الأممي وما إلى ذلك. فنحن مرة أخرى هذه الأوقات حاسمة جدا، اسمح لي، فهناك أيضا إجراءات أيضا نعم. في هذه النقطة تحديدا بالأمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بهذه النقطة تحديدا أن آن الأوان للأسلحة يعني الأسلحة النووية في أوروبا الأمريكية أن تعود إلى بلادها، وأن هذه الأسلحة وجودها في أوروبا غير مقبول. مرة أخرى نعم، يعني خليني نقول بوضوح أن التصريحات التي أدل بها الرئيس بوتين ووزير لافروف منذ أسابيع هي تصريحات تشير إلى أن لا يعني هناك موقف مسبق من قبل السلطة الروسية، يعني الحرب هذه كانت مخططة من قبل. الاستعدادات الروسية واضحة، ولذلك أعتقد أنه نوعا ما فقدت السلطات الروسية المصداقية، ولا يمكننا أن لا يمكن أن يكون هناك ثقة في تصريحات من قبل السلطات الروسية الآن. يقول يعني انظر يعني ما قال مثلا الرئيس بوتين وسائل لافروف أيضا مؤخرا وقبل الحرب هذه بشأن الغزو، تكرارا ومرارا قالت السلطات الروسية بأن لم يكن لديها أي نية للغزو ولمواجهة في أوكرانيا العسكرية، ونرى ما نرى اليوم من الغزو والانتهاكات. ولماذا على فكرة وصلت السلطات القوات الروسية إلى كييف؟ إذا كنا نتحدث عن عملية خاصة كما نسميها بين القوسين، لماذا هناك غزو كامل للأراضي الأوكرانية؟ يعني هناك تساؤلات كثيرة، وأعتقد أن التصريحات التي أدل بها المسؤولين الكبار روسيا فارغة تماما. فالآن الحديث عن الأسلحة النووية الأمريكية، طيب لماذا لن نتحدث عن ذلك قبل الغزو؟ ولماذا استخدمت روسيا القوة والضغوطات العسكرية علينا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى شركائنا لتحقيق أهدافها؟ يعني هذا هو المهم، وهو هذا هو الانتهاك الكبير والتحدي الكبير الذي نحن أمامه. انتهاكا ليس فقط مرة أخرى للأراضي الأوكرانية ما إلى ذلك والبنية الأمنية الأوروبية، وإنما أيضا القانون الدولي عموما. طيب بالأمس أيضا تحدث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن تنسيق الدعم العسكري، لو سمحت سيد ميغيل كيف سيكون يعني شكل هذا الدعم العسكري والتنسيق بين الدول الأوروبية بتقديم المساعدة لأوكرانيا؟ التصرف الروسي في نهاية المطاف أتى به نتاج عكسية. إذا كان يريد سيد بوتين أن يكون هناك انقساما داخل الاتحاد الأوروبي أو الغرب كما نسميه، أعتقد أن النتيجة عكسية تماما. يعني هناك إجماع داخل الاتحاد الأوروبي الآن لم نراه من قبل حول ضرورة الرد، والرد هذه المرة وبأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي هو الرد عسكري أيضا. يعني تم اعتماد قرار قبل يومين أو ثلاثة أيام بتقديم أسلحة لدولة تتعرض ب يعني هي أوكرانيا طبعا بغزو عسكري من قبل دولة أخرى. فهذه أول مرة نقوم بذلك، وهذه الأسلحة ستأتي من خلال البلدان المجاورة لأوكرانيا، بلدان أوروبية، رومانيا، بولندا وما إلى ذلك، من خلال آليات مختلفة وبتنسيق مع حلف الشمال الناتو. ولكن أعتقد أن هذه هي نقطة تحول. لا هذه أول مرة، يعني أنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة مهمة، أول مرة الاتحاد الأوروبي يقوم بذلك. وأعتقد أنه السبب الرئيسي لذلك التحولات السياسية في أوروبا والتصرف الروسي
في نهاية المطاف. بس الرئيس في وقت سابق، الرئيس الأوكراني زيلنسكي، قال أنه شعر بنوع من الخذلان، وأن يعني أنكم الأوروبيين وأمريكا يعني ربما خائفون ولم تقدموا المساعدة الكافية، وحاول الاتصال بزعماء أوروبا يعني بداية الحرب ولم يكن هناك من إجابات واضحة. هل تغير برأيك هذا الموقف؟ سأعتقد أن الموقف الأوروبي الآن واضح، وهناك تحالف على الصعيد العسكري الدولي والدبلوماسي باتجاه دعم الشعب الأوكراني والسلطات الأوكرانية، انضمت إليه دول مختلفة. رأينا يعني الحصار على السلطات الروسية في منصات الدولية، يعني رأينا ما حصل بالأمس مثلا في مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة عندما ألقى سيد لافروف خطابه أمامه، وكان هناك يعني أعتقد أنه مئات من الناس ذهبوا أو خرجوا من المجلس. إضافة إلى ذلك هناك أيضا يعني تصريحات من هنا وهناك تشير إلى أن هناك انتهاكات واضحة للقانون الحرب، والمضيء العام للمحكمة الجنائية الدولية قال بالأمس أيضا أنه سيبدأ تحقيقات حول انتهاكات روسية في الأراضي الأوكرانية بهذا الصدد. هناك تحالفا اذا دبلوماسيا من ناحيه اخرى، العقوبات التي تم اعتمادها مؤخرا اشد عقوبات على اي دوله كان في تاريخ الاتحاد الاوروبي، نتحدث عن فصل البنوك، اهم البنوك من نظام سويفت، نتحدث عن اخلاق المجال الجويه، نتحدث عن يعني تجميد مثلا احتياطيات البنك المركزي. هل انتم تعرفون يعني الى اي درجه تؤثر هذه يعني نص الاحتياطيات البنك المركزي الروسي في الخارج في مجموعه 7 يعني؟ فبالتالي اعتقد انه هذه الاجراءات التقليديه ستكون لها تكلفه وخيمه على السلطات الروسيه، لا من يوم الى يوم اخر، ولكن نرى ان هناك مؤشرات واضحه، انخفاض في البورصات الروسيه، انهيار للعمله الروبل وما الى ذلك. واضافه الى ذلك طبعا مثل ما قلت تقديم المساعدات العسكريه من خلال بلدان مختلفه مجاوره لاوكرانيا، واضح انه اوكرانيا ليست بمفردها. سيد بوينو، بالنسبه الى هذه العقوبات تحديدا، البعض يرى ايضا انها انتم اليوم يعني هي تخدم الرئيس فلاديمير بوتين بنظرته يعني وبالقول امام شعبه ان هذه العقوبات تستهدف كل الشعب الروسي وليس فقط الرئيس بوتين والكرملين بشكل اساسي. يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات منذ سنوات، يعني لدينا خبره عميقه على الصعيد التقني في هذا المجال، اعتقد يعني هناك دلائل كثيره على ذلك في مجالات مختلفة، ولكن النقطة هي أنه هذه العقوبات مستحدثة. نحن تستحدث قطاعات استراتيجية في الدولة الروسية، سواء كانت الطاقة أو النفط، سواء كانت يعني القطاع المصرفي أو المالي، يعني حظر التكنولوجيات المتطورة ما إلى ذلك. ونحن درسنا تداعيات هذه العقوبات على الناس عموما، يعني على الشعب الروسي، وهناك أيضا رسائل مختلفة من قبل المسؤولين الكبار الاوروبيين بمن فيهم السيد بوريل ممثل على الشؤون الخارجيه باتجاه الشعب الروسي والشعب بالروسي على فكره ايضا، بالقول بان نحن لا نستهدف من خلال هذه العقوبات الشعب الروسي، نستهدف السلطات الروسيه وما يسمى النخبه الحاكمه في الكرملين. نعم. وهي منخرطه بالفعل بهذا العدوان العسكري. هل الهدف اليوم تقويض نظام الرئيس فلاديمير بوتين ام الضغط على موسكو للعوده الى طاوله المفاوضات والحديث بشكل مباشر؟ الهدف هنا لا تغيير اي نظام ولا تغيير اي شيء، يعني الهدف من هذه العقوبات وهذه الضغوطات طبعا هو واضح، انهاء هذه الحرب وهذا العدوان العسكري لدوله ذات سياده مستقله ذات سياده، وطبعا العوده للمفاوضات والحوار، ولكن قبل ذلك نريد وقف اطلاق النار على الفور، ونريد انسحاب هذه القوات الروسيه من اوكرانيا. طبعا لا يمكن ان يكون هناك حوار في هذه الظروف، والحوار صعب على كل حال، فهذا المقصود. هل أوروبا اليوم تدعم هذه المفاوضات الحاصلة بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا؟ نعم، نحن نساجع هذه المشاورات بين الطرفين، بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني. إذا أتت بها يعني أي نتيجة إيجابية باتجاه هذه الحرب وهذا الغزو، فنحن سنرحب بها طبعا. ولكن عموما الامر كما قلت لا يتعلق فقط فيما يحري في اوكرانيا، لا اعتقد انه
هذه يعني هذه المفاوضات يمكن من خلالها معالجة المخاوف الكبيرة لدى الأطراف. نحن علينا يعني أعتقد أنه فقدنا الصوت. سنعالج المسألة التقنية مع السيد بوينو وسنعود إليه في هذا الحوار. دكتور كميل حبيب، عندك تعليق؟ حكي استعمل تعبيرين مهمين بحديثه اللي استفدنا منه كتير، هو موضوع التحول والمرحلة الانتقالية. طبعا يعني أوكرانيا ليست الهدف برأيي أنا، أوكرانيا هي ذريعة لإعادة تشكيل الاصطفافات الدولية، هذا واحد. اثنين، الدعوة إلى إلغاء عضوية روسيا في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، هناك تحول آخر، يعني عم تشكل نظام عالمي جديد ولكن خطير جدا، لأنه نحن بنعرف أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي نحن انتقلنا من نظام الحرب الباردة اللي منعت حرب عالمية ثالثة، وكان في تفاهم روسي أمريكي بحل الأزمات الدولية. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي دخلنا بنظام فوضوي وليس منظم، كنا نعلم طلابنا انه النظام الدولي هو نظام فوضوي ومنظم في عين المعنى. اليوم يعني من بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشكيل نظام احادية القطبية برئاسة الولايات المتحدة الامريكية، يعني هاني والله وقت بسمع عن حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي ما بشوفها لا بجنوب لبنان ولا شفتها بالعراق ولا شفتها بأي منطقة في العالم، حلف شمال الأطلسي أو القوى الغربية احتلتها. يعني هذا الدبل ستاندرد أو الازدواجية المعايير. لو بيصير تفاهم دولي على العودة أو إعادة الاعتبار إلى القانون الدولي. شوف مشكلة أوكرانيا إن هي دولة ذات طبيعة جسرية، يعني دائما هي كان في صراع بين قياصرة روسية وقياصرة النبسة تاريخيا، ووجودها بهالطبيعة الجغرافية هي هيدي بيجعلها يعني عرضة للأزمات والحروب والمشاكل. الصواريخ الأمريكية أو حلف شمال الأطلسي في أوروبا هي قريبة من روسيا وليست قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم نحن ما نشهد، بدنا نحكي بثلاث أبعاد لهذه الحرب: الأمن الروسي، الأمن الأوروبي، ومستقبل حلف شمالي الأطلسي. بعدين السؤال اللي بيسأل، وقت اللي الرئيس بوتين استعمل الآلة العسكرية في طاجكستان وكازاخستان وجورجيا، ألم يهدد السلم العالمي يوما؟ ألم يكن هناك مصالح لحلف شمالي الأطلسي؟ لماذا لم تفرض عقوبات على الرئيس بوتين يوم ذاك؟ إذن الموضوع هو حتى قصة العقوبات الهدف من وراءها هي عملية فصل بين يعني أو ظهر قسم ظهر الحلف الصيني الروسي وأبعاد الصين عن روسيا لمنازلتها فيما بعد، لأنه الإدارة الأمريكية والدولة العميقة في أمريكا كانت تشوف الصين أيام ترامب بنعرفها، كانت تشوف الصين هي العدو، هي المنافس، هي اللي يعني لازم نعالج موضوعها كان على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد العسكري فيما يخص تايوان. إذن إعادة تشكيل النظام العالمي من دون روسيا أمر مستحيل وغير ممكن. ويعني بعدين الحديث إنه يعني الروسي ما لازم يشعر بالخطر، إذا بتطلع على الخريطة الأوروبية من بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بتشوف دول البلطيق الثلاثة، رومانيا، بلغاريا، البحر الأسود، البانيا، بولندا، كل هذه الدول صارت أعضاء في حلف شمالي الأطلسي. يعني إذا الرجل قال أنا خائف على الأمن الروسي يعني عنده مبرر. بس أنا يعني تشوف أستاذ رامز، نحن وياك هلأ عم نتحدث عن موضوع أوكرانيا وعم نشرح الحرب وأسباب الحرب وتداعيات الحرب، ولكن ما لازم يغيب عن بالنا أنه هناك في مأساة إنسانية تجري على الأرض الأوكرانية. يعني عم تقولي ما حدا، ما في مبرر للحرب، بس أنت عم تشرح يعني ظروف الحرب الجيوسياسية وعلاقة الدول، بس ما في شيء بيبرر يعني الحرب. نحن في الحرب لا يوجد منتصر، ولكن هناك درجات متفاوتة من الخسائر. بالحرب ما حدا بيطلع بيقول أنا ربحت الحرب خلص وانتهينا، ما في اليوم بهالعصر هذا ما في رابع بالحرب، ونحن نمقت الحرب ونعتبرها ظاهرة مقيتة في العلاقات الدولية، ولكنها ظاهرة موجودة. ليش موجودة؟
لأنه في فوضى بالنظام العالمي، ما في تركيبة بالنظام العالمي تفرض على الدول الالتزام بالقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في سببين: غياب حكومة مركزية في العالم تفرض على الدول الالتزام، والثاني حالة الحسد الموجودة في العلاقات الدولية. الدول مثل الأشخاص بتنحسد من بعضها، وبالتالي بتشوف في سباق تسلح، بتشوف في حروب، بتشوف في أزمات دولية وما إلى ذلك. أما بالنسبة لموضوع العقوبات اللي أشرت لإله، العقوبات هي دبل ستاندرد. مثلا ألمانيا يعني أوقفت استجارة الطاقة بالروسية عبر نورد ستريم 2، رقم 2. طيب هذا مضر لألمانيا ومضر لروسيا. تركيا أغلقت البضائق، هذا مضر لتركيا لأن هي تستورد 40% من الطاقة الروسية. وبالتالي يعني إعادة تشكيل نظام عالمي جديد. شوف النظام المتعدد القطبية إذا كانت السيبي أو التركيبي ركبة عتلاتي يعني ممكن يعطي سلام، لأنه النظام المتعدد القطبية بأوروبا قبل الحرب العالمية الثانية هو نظام يعني أسس لقواعد القانون الدولي، هو اللي أنشأ القانون الدولي، لأن الدول الأوروبية يومها اتفقت فيما بينها أن لا تنجر إلى الحروب فيما بينها، وأن لا تسمح لأي قوة بإلغاء قوى أوروبية أخرى. عظيم، رح نكفي هذا النقاش دكتور، بس رجع معنا السيد لويس، رح أختم معه بكم سؤال ونتابع هذا النقاش. مرحب فيك عن جديد سيد لويس ميغيل بوينو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كنا نتحدث أيضا قبل قليل، يعني البعض حتى الرافض لهذه الحرب الروسية على أوكرانيا يتحدث يعني عن ازدواجية معايير اليوم، ويقول يعني كل هذا ردة الفعل الأوروبية لم نشهدها عندما قامت حتى الولايات المتحدة بعمليات عسكرية مماثلة في غير دولة من العالم. كيف تعلق على هذه المسألة؟ اولا هل تسمعوا لي جيدا؟ اعتقد ان راح الصوت عندي. نعم نعم اسمعك جيدا، تفضل. شكرا. نعم شكرا للاستضافه مره اخرى. نعم هناك بالفعل حديث عن المعايير يعني استخدام المعايير المختلفه هنا وهناك. وبالنسبه ما حدث مثلا في العراق قبل سنوات 2003 كان هناك انقساما كبيرا وواضحا داخل الاتحاد الاوروبي، كان هناك اربع او خمسه بالتحديد دول صحيح في الاتحاد الاوروبي، ونتحدث عن انذاك كنا نتحدث عن 28 دوله اللي دعمت بالفعل الغزو الامريكي في اوكرانيا في العراق عفوا العراق، ولكن البقيه لا، العكس يعني البقيه طلبت الامم المتحده، طلبت اكثر وقت للمنفتشين الامميين، طلبت ايضا اعتماد قرار اممي اضافي، طلبه يعني الانقسام كان واضح جدا. ناهيك عن الحشد الكبير بالشارع الاوروبي او الشوارع الاوروبيه ضد الحرب على العراق انذاك، وكان واضح. لا اعرف يعني انا اعتقد انه هذه المره وانا انقل لك الموقف الاوروبي حل هذه المرة أعتقد أن الأمر مختلف. لماذا؟ لأنه أولاً القاعدة اللعبة في الاتحاد الأوروبي هي ما هي؟ أنه نحن في الاتحاد نقوم بواجبنا، خلينا نسميه كذلك، عندما يكون هناك إجماع بين كل الدول اللعبة. والآن الإجماع موجود بالفعل، ومرة أخرى أعتقد أنه هذا الإجماع موجود. لماذا؟ لأنه التصرف الروسي كان الى اي يعني الى درجه او تصرفت السلطه الروسيه الى درجه بان جعل بشكل او باخر وجود هذا الاجماع في الاتحاد الاوروبي، لم يكن هناك موجود هذا الاجماع حول ضروره رد على العدوان الروسي من قبل، الان هو موجود. لماذا؟ لانه حددت السلطه الروسيه باستخدام الاسلحه النوويه، حددت السلطه الروسيه بالغزو الكامل لدوله اوروبيه وهي اوكرانيا. وعلى فكره بين الاتحاد الاوروبي واوكرانيا هناك اتفاقيات او عمق او اشد او يعني خليني نستخدم كلمه مناسبه هنا افضل اذا سحبت التعبير اتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي واي دول من الدول المجاوره، بمعنى ذلك انه هناك علاقات عميقه جدا منذ سنوات. عظيم. سيئوني يقولون يعني هل الولايات المتحده ورطت اوروبا بهذه الحرب؟
لا اعتقد انه نحن منخرطين في هذه الجهود بسبب الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد انه الحرب وهذه الاحداث تحدث بالفعل في بيتنا، خلينا نقول ذلك، في ابوابنا. نحن نتحدث عن بعض الكيلومترات من الحدود البولنديه الرومانيه وما الى ذلك. الحرب ليس بعيد هذه المره، الحرب قريب جدا. فنحن يعني بالرغم الصعوبات على صعيد الطاقه، على صعيد السياسي وما الى ذلك، اعتقد انه مره اخرى الاجماع، لا يوجد هناك اجماع فقط داخل المؤسسه الاوروبيه دول الاعضاء، وايضا اذا نظرت الى ما يحدث الان في الشوارع الاوروبيه، هناك تضامن كبير باتجاه الشعب الاوكراني وباتجاه السلطه الاوكرانيه. ونتحدث الان عن الشجاعه، يعني الرئيس الشجاع والشعب الاوكراني الشجاع الذين يعني يتعرضون بهذا الغسو غير مبرر من قبل السلطات الروسيه من حكم الاستبداد وما الى ذلك. اعتقد انه سنستمر بذلك، وذلك طبعا بتنسيق مع شركائنا الولايات المتحده الامريكيه، ولكن شركاء اخرين، اليابان، استراليا، سنغافور، كوريا الجنوبيه، فهناك دول مختلفه ادت الى هذا التحالف. انا لا اريد ان استخدم هذه الكلمه، ولكن هذه الكلمه هي يعني حقيقه في نهايه المطاف، تحالف ضد الحرب وضد الغزو الروسي لاوكرانيا. بالحديث عن مواقف الدول، كيف تنظر اوروبا اليوم الى التمايز في الموقف الصادر عن ايران بالنسبه الى هذه الحرب؟ شوف، نحن نحترم المواقف المختلفه هنا وهناك، ولكن نقول فقط بان، وخلينا نكون واضحين هنا مرة أخرى، نحن أمام تحدي للنظام القائد على القوائم. وأنا كنت أستمع إلى الضيف الكريم عندما كان يتحدث عن الموضوع. نحن في المشروع الأوروبي بالاتحاد الأوروبي. ما هو الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف؟ هو المشروع لتعزيز السلام والازدهار والاستقرار في القارة الأوروبية، على الأقل في القارة الأوروبية. ونحن تمكنا من ذلك من خلال إيجاد حلول مناسبة وتسويات مناسبة لمشاكلنا ومشاكل بين الدول الأوروبية. ولأننا ننسى بأن كان هناك صراعات عميقة ومستمرة بين فرنسا وألمانيا وما إلى ذلك. الآن بعد 80 سنة من السلام والازدهار، هناك تحدي كبير. هل الدول الأخرى تلاحظ ذلك؟ نعم. سيد لويس، ضيفنا بالاستوديو يرغب في طبعاً. عندي سؤال، هل تشكل أوكرانيا فرصة للاتحاد الأوروبي لاستعادة شبابه ووجوده على الساحة الدولية؟ يعني نحن لن ننسى تصريح ساترفيد، والذي أزعجنا في الماضي كثيرا عندما تحدث عن القارة العجوز. نحن نتمنى للاتحاد الأوروبي كل الخير، ونتمنى أن لهذا الاتحاد الأوروبي أن يثبت قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بشكل جدي وفاعل على الساحة الدولية. لا طبعا، شكرا جزيلا على هذا الكلام اللطيف. نحن طبعا الشعب الأوكراني شاب، يعني نحن الرئيس ميشيل مثلا قبل يومين او امس في البرلمان الاوروبي قال، نعم كان هناك تصريحات من الرئيس المجلس الاوروبي الرئيس ميشيل اللي قال من الاوكرانيين عائله او عائلتنا. الرئيس المفوضيه الاوروبيه كذلك، يعني كانت انه اوكرانيا جزء لا يتجزا من اوروبا. ففي النهايه صحيح انه قال القاره العجوز كما نسميها عجوز بالفعل، ولاوكرانيا امكانيات كبيره على مجالات كثيره، على مجموعة من المستويات حقيقة إذا انضم إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى فكرة أيضا هناك تصريحات بهذا الاتجاه، باتجاه انضمام أو إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد استكمال عملية الانضمام. واضح أن هناك أيضا إجماع حول هذا الموضوع على ما يبدو من خلال المؤسسة الأوروبية. سؤال، يعني آخر سؤالين سيد لويس، ماذا بعد أوكرانيا؟ يعني في حال تم اليوم اجتياح كييف أو سيطر الروس على أوكرانيا، ماذا بعد أوكرانيا؟ يعني أين ستقف هذه العقوبات، هذه المواجهة، وإن لم تكن بشكل مباشر مع روسيا؟ سؤال صعب، لأنه لا أستطيع أن أتنبؤ يعني ما هي نتائج هذه الحرب وهذا العدوان الروسي على أوكرانيا. الآن أعتقد أنه هناك شيء واضح، لن نعود إلى ما كان عليه يعني من قبل. العالم أقصد بذلك يعني علاقتنا مع روسيا على سبيل المثال، علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا، علاقتنا مع دول مختلفة ربما تؤيد أو تدعم هذا الغزو.
هذا واضح. وإضافة إلى ذلك انظر إلى ما يحدث الآن في الأمم المتحدة وفي منصات أممية أخرى من محاصرة أو من انقطاع أو الامبارجو كما نسميها بالإنجليزي على السلطات الروسية. المطلوب الآن والمقصود هو عزلة روسيا على الصعيد الدولي، وأعتقد أنه هذه الفترة نحن دخلنا بالفعل بفترة طويلة جدا من يعني هذا واضح بهذا الصدد، طويلة جدا من المواجهة عفوا بين الغرب من ناحية وروسيا من ناحية أخرى. بالنسبة لي يعني بما أننا نتحدث عن شاشة لبنانية، كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مسارعة لبنان إلى إصدار موقف يعني أدان هذه الحرب ودعا القوات الروسية إلى الانسحاب من أوكرانيا؟ لا طبعا موقف محترم جدا، ونحن نشيد بهذا الموقف وبدور السلطات اللبنانية في هذا المجال لا شك بذلك. يعني نحن نتوقع من كل الدول حقيقة، يعني سواء كان لبنان أو دول أخرى، انضمام إلى هذا التحالف مرة أخرى. أنا أقول تحالف لكن هناك بالفعل تحالف ضد الحرب، وفي هذا الصدد أعتقد أنه نرحب به وتحييبا حرا بهذا الموقف اللبناني. قبل أن أشكرك سيد ميغيل، يعني الوجه الأبشع للحرب أو الوجه المقيت بمعزل عن الانقسام السياسي هو مسألة المدنيين الذين يعانون، اللاجئون ويعني باقي المدنيين وسكان أوكرانيا. هناك أيضا مسألة أثيرت هي التمييز بين اللاجئين، كيف يعمل الاتحاد الأوروبي اليوم على حل هذه المسألة كي لا يكون هناك تمييز بين اللاجئين؟ نعم صحيح، وتداولت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حول ذلك، ونحن مدركون في مؤسسات الأوروبية. شوف، لا فرق بين لاجئ سوري، لاجئ أفغاني ولاجئ أوكراني، كلهم يذهبون إلى أماكن آمنة بسبب الحرب ويرحبون الحرب، وهذا واضح لنا. يعني في على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد القانوني لا يوجد هناك أي فرق. الآن التمييز والعنصرية نحن ندينه بشدة. إذا صار هذه الأحداث في الأراضي الأوروبية بالحدود الأوروبية، فنحن سنتوقع من السلطات المعنية المحلية أن إجراء تحقيقات حول ذلك. على فكرة المفوضة الأوروبية لشؤون الداخلية زارت اليوم أو بالأمس رومانيا، وهي يعني تزور الآن هذه البلدان لتوفير مساعدتنا. هناك وكالات مختلفة مخصصة لهذا المجال في الاتحاد الأوروبي، وكالة اللجوء والهجرة، وكالة إدارة الحدود أيضا. فنحن مستعدون لمساعدة هذه الدول، ولكن العنصرية والتمييز ضد اللاجئين غير مقبولة إطلاقا. أشكرك سيد لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا لك على هذه المقابلة.